واحد بيقول هل العمل وزنة وزنة ربنا يحاسبني عليها؟ بمعنى إنسان اتولد وعاش ومات من غير ما يشتغل، هل ربنا يحسب له تلك خطية؟ يعني ما لقاش شغل ولا هو غاوي انه ما بيشتغلش؟ تختلف من واحد لواحد. وهل ربنا يحاسب البنت التي لم تشتغل رغم ان ربنا في سفر التكوين حدد وظيفة كل واحد، الراجل للعمل والمرأة في المنزل لتربية الأولاد؟ لأن أبا اعترافي قال لي تبقى خطية لأنك مش بتمجدي اسم ربنا عن طريق العمل. كل حالة لها ظروفها، مقدرش نحط مبدأ عام. مش كل البنات بيشتغلوا ومش كل البنات ما بيشتغلوش، الظروف دي غير دي، والأمور دي يحكم فيها على كل حال على حدة.